خير عليكم، تشوفونا وبيتابعونا، ولقاء جديد دايما على تلفزيون الحياة، وفقرة جديدة مميزة دايما من طبيب الحياة. التشوهات والعيوب الخلقية مشكلة كبيرة جدا بتواجه ناس كتير، والحقيقة صدمتها بتكون كبيرة جدا على أي أم وأي أب ممكن يشوفوا التشوه أو العيب ده في أولادهم، خصوصا لو اكتشفوا أن التشوه ده موجود في عضو حساس عند الأطفال. ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، هنتكلم عن تشوهات العضو الذكري عند الأطفال، وكمان هنتكلم عن عيوب فتحة البول، وأيضا تشوهات الخصية، وكمان التدخل الجنسي عند الأطفال. هيكلمنا في كل الكلام ده وأكتر كمان ضيفنا اللي منورنا، الأستاذ الدكتور عبد العزيز يحيى، أستاذ جراحات الأطفال وإصلاح العيوب الخلقية والتشوهات بطب الأزهر، وأيضا زميل كلية الجراحين الملكية بلندن. أهلا بيك يا دكتور ومنورنا، أول مرة في الموسم الجديد، إن شاء الله. ما تكونش آخر مرة، يكون دايما منورنا، ربنا يخليك. موضوع مهم جدا يا دكتور، وناس كتير يعني بيقرك ناس كتير جدا، مش أي أم وأي أب بس، ولكن الأسرة كلها، لو اكتشفوا أن طفل عنده عيب أو عنده تشوه، ده طبعا بيسبب لهم حالة نفسية سيئة جدا. احنا معنا أسئلة كتير جدا يا دكتور، ولكن في البداية حابة أسأل حضرتك، يعني إيه تشوه العضو الذكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك وقناة الحياة وطبيب الحياة، وفرصة ايضا نقابلكم مرة تانية ان شاء الله. الحقيقة التشوهات الخلقية زادت جدا يا استاذة مروة، على المستوى على كل اعضاء الجسم، وخاصة تشوهات في الاعضاء الجنسية. النهاردة هنتكلم على زي ما حضرتك بتسألي على تشوهات العضو الذكري في الاطفال، وده له يعني مراحل كتير نقدر نتكلم عنها، سواء تشوهات في الحجم، سواء تشوهات في الشكل، سواء تشوهات في الوظيفة او فتحة البول، او تشوهات في التصاق العضو الذكري بالخصيه، او تشوهات في تدخل الجنس اللي هو عدم وضوح الجنس سواء كان ذكر او انثى. اول تشوه ممكن نتكلم عليه هو صغر العضو الذكري، ودي مشكله كبيره جدا بيشتكي منها ناس كتير جدا، في اللي بيشتكي وفي اللي عنده حاله من الحياء او كسوف مش قادر يشتكي ويروح يستشير طبيب فيها، وفي اللي هو فعلا مش عارف ان ده عيب موجود، وفاكر انه بتقدم العمر العيب ده هيبدا يتصلح ويتحسن. وفي ناس النصايح انت عارفه الافتاءات الداخليه بيننا، ده كان فلان كده وهو صغير وبقى كويس، والكلام ده كل شخص بيختلف عن التاني، حتى التوأم اللي مولودين في كيس واحد مختلفين عن بعض في السلوك وفي الاعضاء وفي كل حاجه. صغر العضو بيتقسم لجزئين يا استاذ مروه، هل هذا صغر حقيقي ولا صغر ظاهري؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ الصغر حقيقي هو فعلا حجم العضو صغير زي ما بيبان، مش حاجه ظاهريه بس، وممكن نكتشف كان العضو حجمه معقول. الصغر الحقيقي ده له اسباب، اول اسباب موجوده دلوقتي في مجتمعنا وفي اولادنا والناس المتواجده حوالينا، السمنه المفرطه اللي بقت موجوده عند الاطفال دلوقتي في عندنا، الجسم كله بدا يزيد زياده ملحوظه نتيجه قله الحركه ونتيجه الفاست فود اللي الاطفال بتتناوله باستمرار. فعلا بقى شايع قوي ان احنا بنشوف اطفال في سن صغير ووزنهم يعني كبير جدا، وتلاقيهم في الاخر عندهم 9 سنين 8 سنين عندهم يعني زياده في الوزن. الرياضه حضرتك عارفه مش شيء اساسي في حياتنا، الطفل بيحاول دلوقتي اعظم يعني الاوقات بيبقى موجود في البيت، يا يعني اما ماسك موبايل او تاب او قاعد بيلعب وهو قاعد. العادات السيئه بتاعتنا كل يوم، اللايف ستايل بتاعنا اختلف تماما، فالاطفال ما عادش بيتحرك زي الاول، بينزلوا على السلالم ويلعبوا قدام في الشارع قدام البيت، وما عادش الكلام ده خالص تقريبا يعني. حتى في الاماكن الراقيه اللي فيها اماكن متنزهات والكلام ده بقت الحركه قليله جدا. السمنه اول الاسباب دي. السبب الثاني ان يكون مولود الطفل فعليا بقى هم ما يعرفوش بعيب خلقي، ان العضو الذكري موجود في جراب من الجلد، المفروض ان الخصيه والعضو الذكري في فاصل بينهم، خط مستقيم فاصل بين الخصيتين وبين العضو الذكري، ينتهي عند العنق بتاع بدايه العضو الذكري، ده في الاطفال الطبيعيين. الاطفال اللي ممكن يبان عندهم العضو الذكري صغير، هو مش صغير، ده عيب ظاهري، بيبقى الوصله بين الخصيه والعضو الذكري متصله ببعضها، ما فيش فاصل بينهم، فيبدا العضو يبقى موجود جوه جراب او جيب من الجلد مداريه خالص، ما يبانش منه الا ساعه عمليه التبول فقط. السبب الثاني طبعا التصاقات ما بعد الطهاره، ساعات الطفل تعمل له ختان والجلد يكون قصير شويه، يبدا يلحم او يلتئم بطريقه مش طبيعيه، فيبين الطفل ان حجمه صغير او بتحصل كتير دي يا دكتور. دي كتيره جدا. السبب الثاني يكون في خلل هرموني عند الطفل اللي بيسبب نمو الاعضاء الطبيعيه زي الجسم العادي، الهرمونات. الهرمون الذكري بنسب متفاوته حسب عمر الطفل وحسب سنه، بيبدا الجسم يفرزه فيبدا ينمو نمو طبيعي مع نمو الجسم ومع تطور السن بتاعه. لو في خلل في الهرمون ده، الافرازات بتاعته اقل من الطبيعي، يبان عضو اقل من الطبيعي. أو يكون الهرمون بيفرز بطريقة عادية جدا، لكن مستقبلات الهرمون
اي هرمون يا استاذ مروه بيطلع لازم في مستقبلات في الجلد او في مكان اللي بتفرز ليه تستقبله عشان يتحرك ويبقى نشيط فيها. يكون في خلل في المستقبلات دي فالهرمون بيطلع مش لاقي حد يقابله فبيفرز في الدم ويخرج من الجسم وخلاص. العيوب دي كلها ممكن تكون مسببه صغر العضو ظاهري. طب ايه العضو له اصلا مقاييس طبيعيه متناسبه مع السن ومع الحجم الطبيعي للطفل ونموه بتاعه مراحل مختلفه، يعني المولود غير اللي عنده سنتين غير عنده 6 سنين غير قبل البلوغ غير بعد البلوغ، كل ده مختلف، كل واحد له مقاييسه العاديه. الاطفال دول المفروض ان هم بييجوا نشوفهم الاول الطفل ده عنده صغر في العضو، هل في عيب حايش العضو انه يبدا ياخد وضعه الطبيعي والحجم بتاعه الطبيعي، بالتدخل ده بنبدا نسيطر عليه ونغلب عليه، ولو محتاج منشط ينشط الهرمون الذكري ويبدا الجسم يتحول بالطريقه الطبيعيه احنا بندخل فيه بسرعه. طيب الحاجه الثانيه العيوب الثانيه اللي ممكن تيجي في العضو الذكري الشكل، تغير الشكل. في اطفال بتولد وفي تقوس في العضو او ميل ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او لاعلى، الشكل نفسه ده بيبقى له منظر طبيعي اللي احنا عارفينه على استقامته، التطور فيه ده بيبقى في مشكله في العضو نفسه. العضو الذكري مكون من 3 اجزاء، الجزئين العلويين اسطوانتين فيهم دم والجزء الاسفل فيه مجرى البول، والثلاثه بيلتحموا مع بعض في المرحله الجنينيه ياخدوا المنظر الطبيعي بتاعنا اللي احنا عارفينه. اي خلل في الثلاثه دول يحصل تليف فوق او تحت او في الجنب او قصر في حجم او في طول مجرى البول او القناه البوليه يحصل تقوس في العضو اليمين او اليسار او فوق. طيب احنا بنتدخل امتى في حالات التقوس دي او الانحراف؟ لو الانحراف اكتر من زاويه 20، لو احنا بنقيس على المنقله كده او بالبرجل، لو زاويه 20 ل 30 اكتر من كده نبدا نتدخل، عشان بعد كده هيبقى الوظيفه مختلفه. اذا ده كده تشوه. كده يبقى في تشوه والوظيفه نفسها هتختل يا استاذ، لان هو العضو خلاص له وظيفه بعد كده بعد البلوغ في الجواز وفي بعد ذلك دي بتختل مع الوظيفه، عشان كده لازم في تدخل لاصلاح العيب الموجود ده ويبدا العضو ياخد وضعه الطبيعي في مرحله بسيطه جدا، واللي يشوفه حتى بعد كده يحس ان كان ما عملش عمليه قبل كده. طب دي الاسباب الكامله لدكتور ولا في اسباب حابب حضرتك تضيفها تاني؟ في اسباب كتيره، منها بقى عارفه يعني اللبس الملابس الضيقه جدا ده بتاثر ساعات مع الاعضاء اللي بتاثر ودي بقى فيها تركز في الدهون في منطقه المفروض ان ما فيش فيها دهون عاليه، الا اذا كان في عامل وراثي يعني عائليا في اماكن معينه بيبقى فيها تركيز الدهون عالي في عائلات معينه عند منطقه البطن واسفل السره، في ناس كتيره بقى ستات واولاد عندهم تركيز الدهون في المنطقه دي عالي جدا. يعني دي من الاسباب الشائعه. طب لو رحنا يا دكتور بقى لطرق العلاج. طرق العلاج ده بتختلف حسب كل حاله، كل حاله يا استاذه مروه غير الثانيه. كل حاله بتيجي في لها وضع مختلف خالص في العلاج، ممكن يبقوا 2 زي بعض في العلاج، لكن نبدا بايه؟ بجراحه الاول ولا نبدا بعلاج الاول؟ حضرتك بقى بتحدد من ايه؟ من الكشف. بالكشف. تمام. وبعد عمل البروفايل الهرمون لكل حاله ونشوف هي نبدا كده الاول او كده الاول. تمام. هنروح بقى لنقطه ثانيه يا دكتور وهي عيوب فتحه البول بتكون ايه؟ طب زي ما احنا قلنا في وسط الكلام احنا عندنا العضو الذكري مكون من 3 اجزاء، منهم فتح مجرى البول. مجرى البول ده بيبدا عند عنق المثانه، لو اعتبرنا المثانه زي البراد كده بتاع الشاي العادي بتنتهي عند عنقها، يبدا مجرى البول لغايه ما يبقى في الفتحه الخارجيه اللي بره. الطبيعي الفتحه الخارجيه للبول بتبقى موجوده عند منتصف العضو الذكري، منتصف مقدمه العضو الذكري الاسفل قليل. ده المنظر الطبيعي اللي يخلي الطفل او الانسان العادي في عمليه التبول يبقى التبول للامام، ما يبقاش لتحت ولا فوق ولا الجنب ولا الشمال. طيب المكان ده يا استاذه مروه فيه مشكلتين. هل المشكله تيجي في فتحه البول نفسها واتساعها؟ معانا فيديو يا دكتور حضرتك تقدر تشرح عليه؟ ده فيديو بيوضح الفتحه الطبيعيه لمجرى البول. اللي بيطلع من قدام ده المجرى الطبيعي خالص، هو ده الفتحه اللي بنتكلم عليها، البول بيندفع للامام من الفتحه الطبيعيه بتاعته. لو اي خلل في الفتحه دي بينزل من تحت مع التدريج بتاعه يبقى ده مش المكان الفتحه الطبيعيه بتاعته. لازم الفتحه دي توصل لمكانها الطبيعي. الحالات دي بتتدرج الخطوره بتاعتها والصعوبه بتاعتها من بعد الفتحه عن مقدمه او عن مكانها الطبيعي اللي انا قلته لحضرتك. كل ما الفتحه دي تبعد عن مكانها الطبيعي كل ما يكون درجه صعوبه العمليه اكبر، لان بتحتاجي ان انت توصلي المجرى البول للامام المسافه دي كلها. العمليات دي يا استاذه مروه كنا بنعملها في سن متقدم قبل كده عند سن 2 سنين او اكتر. اكتشفنا ان في مشاكل كتير بتحصل عند الاطفال. طفل المرحله دي بقى حركته زايده جدا وبقى عصبي جدا، واحنا بنستخدم في العمليات دي قسطره كاستنت
احنا بنعمل يعني الطفل ما بيقدرش يدخل يعني التايلت زي اي حد بيتركب له قسطره الفتره اللي هي قبل العمليه كلها؟ لا احنا في العمليه احنا في العمليه نفسها. احنا ليه بنعمل عمليه الزمروه في الحالات دي؟ بنعمل عمليه ان ده مجرى غير طبيعي، عرضه ان يحصل فيه التهابات مسالك بوليه متكرره طبعا، لان الفتحه بتبقى اقل من الطبيعي. بنعمل عمليه لان اندفاع البول بقى مش لامام اجتماعيا، حتى لو طفل حد بيشوفه هيبقى المنظر شكله العام مش كويس، لان الجلد نما من فوق وتحت ما نماش، فعاد في ديفكت في العضو الذكري من تحت ملحوظ جدا، شكله باين هو فيه حاجه مش مظبوطه. الحاجه الثانيه ان ده بتاثر جدا لو الطفل استمر، او ده شاب بقى شاب في مرحله البلوغ، في مرحله التقاعس مش طبيعي، لو اتجوز ممكن يبقى دي من عوامل عدم الانجاب. ده فيديو بين الدرجات باللي بتنزل من اول الفتحه، النور اللي فوق ده منظر الفتحه الطبيعي. كل ما حضرتك بتنزل لتحت كل ما نبعد عن المكان الطبيعي وتبقى فيه صعوبه، يبقى في خلل اكبر في يبقى الحاله اكبر من اللي قبلها. كل حاله يبقى درجتها صعوبه اكبر من اللي قبلها. فاحنا بنستخدم قسطره كاستنت عشان نقفل عليها الفتحه ونكمل بيها الجرافت لغايه الفتحه الطبيعيه، نوصل بيها الفتحه الطبيعيه. هل ده بيبقى ليه اسباب يا دكتور؟ الاصابه ده بيبقى ليه اسباب؟ الاسباب الكومن او المشهوره في حالات زي دي هو يعني التلوث اللي موجود، اللي احنا موجودين فيه، الادويه اللي ممكن الام تاخدها في فتره التكوين بالذات الثلاث شهور الاولانيين، ويكون ادويه مش محسوبه، مش محسوبه المضاعفات او الاثار الجانبيه بتاعتها، ويكون عندها استعداد وراثيا او جسمانيا ان هي تتاثر فيها، لان يعني ممكن كل يتعرض لنفس الحاجه بس ده تاثر فيه في مجرى البول، تاني اثر فيه في حاجه في البطن، اثر في حاجه في الرجل، كل واحد حسب ما استعداده الشخصي يعني. طرق العلاج بقى يا دكتور في الحالات اللي زي دي بيكون ايه؟ طرق العلاج دي مالهاش الا طريقه واحده، اللي هي طريقه جراحيه. الطريقه الجراحيه ان انت لازم تدخل جراحي. لازم تدخل جراحي عشان توصل الفتحه لمكانها الطبيعي. واحنا نزلنا بالسن في المرحله دي لسن اقل من 6 شهور، لان القسطره قلت لحضرتك الطفل يبقى في سن يقدر نشيله، نقدر نسيطر على حركته. لو القسطره استمرت 3 ايام لاسبوع يقدر الطفل يتحملها. خبر حضرتك كمان اجتماعيا الناس اللي حواليه مش حاسوا ان الطفل عمل عمليه، غير ما يكون زمان كبر وبقى عارفين ان الناس راحت تعمل عمليه كده. ساعات اللي حتى كمان اللي هي الاماكن البعيده اللي كانت بتحتاج تدخل على اكتر من مرحله، زي دلوقتي الحمد لله بنعملها على مرحله واحده يعني، وبيمارس حياته بعد كده بشكل طبيعي. بعد كده انسان طبيعي خالص شكلا ووظيفه باذن الله. هنروح بقى لنقطه ثانيه يا دكتور، وهي التشوهات الخصيه. ممكن حضرتك يعني تكلمنا عنها، ايه هي تشوهات الخصيه؟ طيب الخصيه طبعا هو معروفه ان هي في الاطفال هي مصنع الهرمونات الذكوريه اللي بتحافظ على الجسم، وفي المستقبل هي اللي بتنتج الحيوانات المنويه اللي هي بتحافظ على بقاء النوع. الخصيه موجوده ربنا خلقها سبحان الله في كيس خارج الجسم اسمه كيس الصفن. الكيس ده بدرجه حرارته اقل من الجسم من درجه لدرجه ونص مئويه عشان يحافظ على حركه وحيويه الحيوانات المنويه. ربنا خلقها بره عشان الحراره بتاعه الجسم ممكن تتلف الحيوانات المنويه، عشان كده عاملها كيس بره تبقى موجوده فيه. قبل الولاده لغايه الشهر السابع الخصيه دي بتنزل، يعني في المرحله الجنينيه الخصيه دي بتكون موجوده. واضح قدامنا يا دكتور اهو في الفيديو. زي ما حضرتك شايفه كده الخصيه بتتكون جوه البطن، اللي هي تعتبر الكره الحمراء اللي فوق دي، بتتكون جوه البطن وتبدا تنزل واحده واحده في المجرى بتاعها لغايه ما توصل لكيس الخصيه. كل ده في المرحله الجنينيه. لو اي مكان في الاماكن اللي نازله فيها الخصيه دي اللي هي بتحرك فيها طريق العوده بتاعتها او النزول بتاعها ده وقفت فيه بيسموها خصيه معلقه. الخصيه المعلقه ده من اصعب الانواع بتاعه مشاكل الخصيه. بس شهيره يا دكتور قوي، يعني منتشره قوي كثيره جدا. نسبتها عاليه جدا كمان في مصر. وفي ناس بتكتشفها للاسف بعد البلوغ، وفي ناس بتكتشفها قبل الجواز على طول، وفي ناس بتكتشفها بعد الجواز، بعد ما تتجوز يعني. فاي مرحله بتقف فيها الخصيه وهي نازله في مرحله بيسموها خصيه معلقه. ليه معلقه؟ عشان ما نزلتش في مكانها الطبيعي. درجه صعوبتها برضه زي ما قلت لحضرتك بتختلف، هي وقفت في البطن جوه بعد ما نمت على طول، ولا وقفت في القناه الارابيه، ولا وقفت اعلى الخصيه، ولا وقفت في مكان معين. كل ما تكون قريبه للخارج كل ما تكون درجه صعوبتها اقل. طيب الفيصل بينا دلوقتي، هل طب حجمها نما بطريقه طبيعيه ولا هو حجمها قليل عشان هي موجوده جوه؟ طب نتدخل امتى؟ طب هي اتكونت جوه البطن زي مروه ولا ما اتكونتش؟ طب الطفل بيجي لنا بيبان الام او الاب او في البيت بيبصوا عليه بيشوفوه ان منظر كيس الخصيه من بره مش الطبيعي، مش منتفخ، واخد الوضع الطبيعي بتاعه اللي هو فيه حاجه موجوده جواه، بيجوا ساعات يحسسوا عليها او يلمسوها يلاقوا ما فيش حاجه الكيس فاضي. فيا دكتور احنا مش لاقيين الخصيه في الكيس بتاعها. نبدا بعد الكشف لو احنا حسيناها في اي مجرى من الرحله اللي قلت لحضرتك عليها بيسموها خصيه معلقه بس محسوسه. طب لو احنا ما حسيناهاش نبدا ندخل تدخل تاني او نفحص فحص تاني عشان نتاكد هي اتوجدت ولا لا. اول فحص الاشعه التلفزيونيه العاديه. طب هي موجوده وحجمها قد ايه ومكانها فين؟ لو الاشعه التلفزيونيه فادتنا
خلاص احنا بنبدا ندخل عبونا كل ده استكشاف عشان توصل لطريقه العلاج المناسبه. احيانا الاشعه التلفزيونيه ما تكشفهاش كمان، يبقى هي كده غالبا متواجده جوه البطن لو كانت موجوده. فكنا زمان بنفتح استكشافي ونشوفها موجوده، او نقول خلاص من باب كده مش موجوده، خلاص الدنيا قفلت على كده. وكل واحد بقى المنظار الجراحي دلوقتي التشخيصي بقى يفيدنا في الموضوع ده بدخله بسيطه يا استاذه مروه، زي فتحه زي سن القلم. نبص على الخصه وندور عليها ونشوف حجمها ونشوف الحبل المنوي بتاعها انما بطريقه كويسه ولا لا، اوعيه الدمويه النقله اللي معاها شغاله كويس ولا لا، وطولها يوصل لقد ايه. ونبدا ننزلها في مكانها الطبيعي او اقرب مكان للطبيعي عشان تكون تاخد وظيفتها ودورها الطبيعي في النمو. هل يا دكتور التشوهات دي بيبقى ليها انواع ولا هي نوع واحد؟ لا ده انواع طبعا. ده النوع الاصعب فيهم اللي هو الخصه المعلقه. طب احنا نزلناها في مكانها ومحتاجه دعم او محتاجه تنشيط، نبدا عندها منشط بس بعد ما ننزلها. طيب في انواع ثانيه اخف درجه من دي شويه، حاجه اسمها الخصه المطاطيه، اللي هو انت تشوفيها موجوده في الكيس وساعات تيجي تبصي تلاقيها مش موجوده، بتنزل وتطلع زي ما تكون ماسكه في استك والاستك بيشدها لفوق او يسيبها تاني. ده بساعات في نشاط عضله زايد موجود داخل الخصيه يبدا يرفعها معه في حاله البرد، في حاله التوتر، الطفل بيعيط تبدا ترتفع لفوق. او يكون كيس الخصيه نفسه لم ينمو بالطريقه الطبيعيه اللي يستوعب حجم الخصيه تخش فيه. الكيس ده زي البيت لازم الخصيه تبات فيه وترتاح فيه. لو الكيس ده ما نماش بالطريقه الطبيعيه يبدا الخصه تبدا ترتفع في مكان تاني يكون يستوعبها. طب الخصه المطاطيه دي اخف درجه من الخصه، من انواع الخصه، مشاكل الخصه وعيوب الخصه. بنتدخل فيها بعد سن سنه استاذ مروه. احنا بنسيبها لغايه سن سنه مجازا، لكن هي لما نزلتش في اول 3 شهور غالبا ما بتنزلش تاني. بس غالبا في تشوهات الخصيه لازم التدخل يكون جراحيا. معظم الحالات يعني اكثر من 90% تدخل جراحي. لازم تنزل في كيسها عشان تاخد دورها الطبيعي، لان وجودها فوق في مكان غير مكانها يعرضها للتلف. مقداره قد ايه ما نقدرش نحسبه، لان التلف في الخصيه بيقلل وظيفتها مستقبلا واحنا ما نقدرش نحسبها من دلوقتي. تمام. في خصيه ثانيه اسمها الخصيه المهاجره. اللي هي سابت المجرى خالص اللي حضرتك شفتيه في الفيديو وساكنه وراحت في اي حته خالص. عند الجذر بتاع العضو الذكري، تروح اعلى الفخذ، تروح في عند في تحت العانه، في اي مكان غريب خالص تكتشفيها بقى بعد الاستكشاف تلاقيها ان ما لقتهاش في اي مكان انت بتدور عليها، تلاقيها في مكان غريب جدا. عشان كده بيسموها الخصيه المهاجره، اللي هي سابت مكانها ونزولها الطبيعي راحت في مكان تاني. دكتور هنروح بقى لنقطه تاني وهي التداخل الجنسي عند الاطفال. حب حضرتك تكلمنا عنه وده بيكون ايه ويعني وازاي حضرتك بتشخصه وازاي كمان طرق العلاج؟ التداخل الجنسي مر بمراحل كبيره قوي يا استاذه مروه في التشخيص على مستوى العالم. يعني هو ايه التداخل الجنسي؟ من اللفظ بتاعه ان انت مش عارفه تميزي الجنس ده ولد ولا بنت. اللي ظاهر قدامك شيء ومتراكب مع متداخل مع حاجه ثانيه، تلاقي مثلا عضو ذكري صغير ومعاه فتحه تشبه فتحه المهبل. او تلاقي فتحه مهبل ومعاها جزء بزر متضخم بيديك منظر العضو الذكري. ففي الظاهر الاهل بيبقوا جايبينه ما بيبقاش عارفين يميزوا اذا كان ده ولد ولا بنت. محدش يقدر يميز ظاهريا الا حد مختص. تمام. يعني. وساعات انت بتشخصيه ظاهريا وبعد ما تعملي استكشافك وفحوصاتك تكتشف ان هو مختلف خالص عن الجنس او مزيج مختلف، الاثنين مختلطين مع بعض. بيجي الطفل اول ما بنبدا الاول الفحص الكلينيكي العادي ونشوف هل موجود معاه خصيه ولا لا، وهل الفتحه اللي موجوده دي فتحه انثى ولا فتحه مجرى بول بس مش مكانها الطبيعي زي ما كنا بنتكلم في وسط الكلام، واللي موجود قدامنا ده بزر ولا عضو ذكري. وبعدين طيب نبدا نعمل تحاليل دم نشوف الكروموسوم بتاع الطفل ده ماشي مع ولد ولا ماشي مع بنت، واخده الدور الطبيعي اللي هو 46 اكس اكس ولا 46 اكس واي عشان نقول ده ولد ولا بنت. طيب بعد كده هنشرحها يا دكتور على الفيديو احسن. ده فيديو امبريولوجي مش 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 اللي بتكلم فيه. يبقى لازم ده خلاص ده في التكوين لسه من الاول. اللي بيميز ولد ولا بنت في الاول في المرحله الجنينيه اللي هي زي جوت بس ما بيبانش في السونار يا دكتور. ما يبانش في السونار قوي زي ما قلت لحضرتك، لان السونار بيجيب الحاجات الدقيقه قوي وده متداخل، ممكن يبقى مشخصين انه ولد ويطلع زي ما اقول لحضرتك، ممكن يشخصوه بنت ويطلع المنظر العام زي ما بحكي لحضرتك كده. طيب طلع معانا تحليل الدم ان ده ولد. نبدا ندور هل في خصيتين ولا لا. والاعضاء اللي بره دي تمشي مع ولد ولا لا. ساعات يبقى التحليل الدم انه ولد وساعات ما يكون موجود مكونات او اعضاء تشبه الخصيه، فلازم ناخد منها عينه يا استاذه مروه عشان نثبت ان الكلام ده ماشي مع ولد. طب في عجاله يا دكتور عشان وقت الفقره عشان نكون كملنا كل حاجه الكل بيشوفونا، ازاي طرق العلاج بتكون في التداخل الجنسي عند التداخل الجنسي؟ لازم توصلي لقرار ان ده ولد والداتا تجمعيها تحليل الدم والاشعاعات والفحص الكلينيكي، وبعدين بنعمل لجنه مكونه من اساتذه مختصين في جراحه الاطفال والطب النفسي وفتوى من الازهر ونقابه الاطباء، وبعدين نحدد نخلي الجنس كده ولا كده بعد مراعاه الايه الداتا اللي احنا وصلنا لها.
طب هو في طرق علاج بتكون تانية ولا حضرتك بس وصورة؟ ده في طرق علاج كتيرة طبعا. انا بس عشان نبين الاول هل دي تمشي جراحة ناخد جزءها وبدل التنشيط يعني جراحيا برضو لازم نتدخل جراحيا في الحالات اللي زي دي؟ لازم جراحيا عشان الشكل الخارجي يتم مع الجنس اللي انت حددتيه. طيب ساعات الاختلاف اللي بره ده انت عايزه تميزيه ولد ولا بنت من بره. لو هو ولد كله والعضو من بره ده فتحه بول بتكمليها بقى ولد. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. ان شاء الله نستكمل كلامنا في حلقه ثانيه. النهارده اتكلمنا عن تشوهات العضو الذكري، وكمان اتكلمنا عن عيوب فتحه البول، وكمان اتكلمنا عن التدخل الجنسي عند الاطفال. اتكلمنا في كل الكلام ده الاستاذ الدكتور عبد العزيز يحيى، استاذ جراحات الاطفال واصلاح العيوب الخلقيه والتشوهات بطب الازهر، وزميل كليه الجراحين الملكيه لندن. بشكر حضرتك مره ثانيه يا دكتور. وكده خلصت فقرتنا. استنونا دايما فقرات جديده من طبيب الحياه. احنا ان شاء الله بنكون معاكم كل يوم من السبت الخميس من 2 الظهر وحتى 3، والاعاده الواحده صباحا، وايضا السابعه صباحا. اشوفكم على خير والى اللقاء.